حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، هل فيه دليل على أن الكافر يخاطب بشرائع الإسلام لكن لا تقبل منه إلا بعد الإسلام؟ ليس فيه دليل، لكن فيه دليل على أن من نذر عبادة وهو كافر ثم أسلم أنه يفي بها، أنه يفي بها، أما ما دام كافرا فإنها لا تنفعه ولو وفى بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ثم إن عمر ما نذر ليلة وهو في الكفر، نذر ليلة مطلقة، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام مطلقة، فكانت باقية في ذمته، فلما أسلم لزمه الوفاء بها. نعم. أما لو كان خصها بليالي التي وهو كافر لم يلزمه ذلك. نعم.